دي واجهة محلات ايه؟ مروان العوين بارك. من اول لاخر الفيديو بالصلاة على النبي، عليه الصلاة والسلام، كله عروض، عروض، اللهم صل على النبي. يا بختك اللي هتشوف الفيديو، كمل معانا للاخر ان شاء الله. البيلي، الناس اللي بتعمل البيلي والحشرات، ايوه البيلي والحشرات، البيلي ما شاء الله ب 200 جنيه بدل 230، ب 200 جنيه بدل 230 بجد والله، والله العظيم. والناس اللي عاوزه نص موجود، واللي عاوزه ربع موجود، قشطه. اللهم صل على النبي عليه. 200 جنيه بدل 230، 200 جنيه بدل 230، حلو قوي. عايز الحشره بتاعته موجوده، أيوة. التعبان موجود، الحشره ياس موجود، الحشره بتاعته دي، الحشرات دي ب 250 بدل 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله أنتوا شفتوا كده إيه في أول المقدمة مروان، وأدام قلنا مروان العوام، فعلا مروان العوام هيعمل لنا يعني بص أسعار خيالية. اتفرجوا على الفيديو لحد الآخر، لايك وشير والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان خاطر ربنا يكرمنا بجد. أنا قد ما بقدر بحاول أخلي مروان يعمل عروض للقناة فقط لغاية، كل اللي ينزل بعد اذنكم يقول لكم تبع. ماشي يا عم مروان، احنا يعني بنشكره طبعا، وعاوزين كده كل سنة وانتم طيبين، مولد النبي الشريف ان شاء الله، الشارع ما شاء الله تبارك الله كده. من يعني هنحاول نعمل لكم عروض على اغلبية الحاجة اللي في المحل، يعني مش كلها ان شاء الله. نمد العرض ده لحد امتى يا عم مروان؟ باذن الله نعمل العرض ده لمده 10 ايام. 10 ايام من تاريخ الفيديو ما ينزل، الفيديو بإذن يعني اول فيديو ما ينزل 10 ايام، احسبوا كده 10 ايام. عشان انا لسه والله العظيم جاي لي زبون النهارده قال لي معلش العرض وبتاع وكده، طبعا ما حسبناهوش بسعر العرض، بس يعني ايه برضو عملنا معاه واجب. عشان العرض ده اللي احنا بنقوله بنقعده اسبوع فقط لغايه، بس احنا النهارده هنعمل العرض 10 ايام. نبدا بايه؟ الصراحه النبي كده يا عم مروان معانا ايه؟ بص يا باشا، الفيديو ده باذن الله كله عروض من اول الفيديو لاخر الفيديو، واتفرجوا على منك حاجتين. صل على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، وقول ربنا يرزقك، ربنا يرزقك، عنده كلمه حلوه يقولها. احنا بنفرح بالتعليقات بتاعت الناس الكويسه طبعا. على فكره مروان بيدخل يبص على التعليقات والبوست كلها، ولو يعني حد انتقدنا في حاجه بنحاول ان احنا نصلحها، حد اتضايق من حاجه بنحاول ان احنا ما نعملهاش الكلام ده. ما شاء الله تبارك الله، معانا عروض حلوه جدا، ومعانا حظاظات اشكال جديده اهي، الاشكال بالواناتها في الوان حلوه قوي، الناس نازله عند مروان برضك هنا اهو. باذن الله احنا هنقول لكم على كل حاجه. باش ابدا يا باشا معانا باسعار. بص يا باشا، احنا قلنا طبعا الناس كلها تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. والسلام معانا اول فيديو كله ان شاء الله عروض. معانا اول عروض، عروض البالون، عروض البالون، عروض البالون، ايوه طبعا. احنا اول ناس عملنا عروض في الشارع والكلام ده طبعا. بص اول ما عمل عروض معايا فعلا، وبشكره فعلا، هو مروان وابو خديجه بجد بيعملوا معايا احسن واجب في العروض كلها بصراحه، يعني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر القناه، عشان خاطر متابعين القناه، شارع بين الحارات كله بالظبط كده. عندي البالون 500، 500 الولد الكامل، 500 الولد الكامل، الولد الكامل اهو تمام. ده بيطلع 540 بالونه، ايوه على كده احنا حسبناه قبل كده وعدناه تمام. ده كان سعره مفروض 35 تمام. ده هنعمل عليه عرض ب 28 جنيه، 28 جنيه، 28 جنيه، واللي هياخد منه كميه مثلا من اول 20 كيس يا عم، من اول 20 كيس، ربع شوال ونص شوال والكلام ده، هننزل له جنيه تاني، هننزل له جنيه تاني. بص العروض، الناس اللي هتشوف فيديوهات قبل كده وتقول لك البالون احنا كنا منزلين سعره والحاجه زادت، وده كلام لا رفعت. انا المفروض البالون ده قسما بالله 35 جنيه ما نزلش فيه جنيه كامل فعلا، عشان ناس كتير بتتصور وتنزل تصور. بصوا بقى، عشان احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت انزلوا خدوا العروض قبل ما الدنيا تغلى، صح يا عم مروان؟ بالظبط. وبالفعل النهارده اهو تصوير، اول تصوير بعد الدنيا ما رفعت تاني معانا مع البالون 28 بدل 30. انزل تاخد ده ب 28 جنيه بيعد 540 جنيه، قسم بالله انت كسبان. حلو طبعا، يعني انت كده كسبان. عند الله يرزقك، الله يبارك لك. عندي البالون الازرق الميات، الميه الكامل، الميه الكامل، الميه الكامل بالواحده تمام. ده سعره مفروض 30 جنيه، سعره 30 جنيه، 30 جنيه.
الناس بيبيعوا ب 28 جنيه وب 27 جنيه وب 26 جنيه واللي بيحرق سعره بيبيعوا ب 25 جنيه. تعالى يا باشا عند اخوك خده ب 24 جنيه. 24 100 جنيه كامل. 100 يعني كامل. انا بوفر لك في الكيس ده حوالي 5 6 جنيه. حلو قوي. انت اولى بيهم. ما شاء الله طبعا. بالون الزماره. الزمار ب 17 جنيه الكيس النظيف. 17 بدل 18، المره اللي فاتت كان ب 18. ايوه. الشكل الجديد ده ب 17 جنيه. في 50 ب 17 جنيه في 50 ولا بالون مخرم ولا مشيط ولا زماره بايظه 10 على 10 ب 17 بدل 18. لقيت الحاجه غير اللي احنا قايلينها في الفيديو سيبها وامشي ولا السلام عليكم يا باشا. لا البالون المشكل الكامل. البالون المشكل الكامل الوان بسم الله ما شاء الله. ايوه شايف الوانه عامله ازاي. ده الكامل ده وصل سعره 75 جنيه. 75 جنيه هنعمل عليه عرض ب 60 جنيه. ب 60 جنيه في 100 كامل. 100 كامل حلو قوي. البالون الحبيبي. حبيبي اللي فيه 90 بالونه. 90 بالونه مش 100. 90 بالونه. ايوه ماشي. انا هبيعه لك بسعر ال 70 بالونه. ال 60 بالونه هبيعه لك ب 60 جنيه. ب 60 جنيه 90 بالونه. 90 بالونه ب 60 بدل 80 جنيه. البالونه دي بتتباع ب 2 جنيه حالا دلوقتي. ب 2 جنيه متاحه ب 2 جنيه نستريح. انا هبيع لك ده بسعر اللي هو ببلاش ب 60 جنيه في 90 بالونه. حلو قوي. تسلم يا مروان الله يبارك لك. البالون المشكل العادي مشكل العادي 55 جنيه. عدد 90 بالونه 55 جنيه. عدد 90 بالونه. عدد 90 بالونه. عايز ال 100 المشكل ب 60 جنيه ماشي. عايز ده ب 55 في 90 جنيه ب 90 بالونه. في 90 بالونه ماشي مفيش مشاكل. عايز ده ماشي. عايز ده ماشي. البالون الكارت كارت ده الخمسه عقله. ده الخمسه تمام. ده المفروض كنا بنبيعه ب 30. 30 هنعمل عليه عرض ب 27 جنيه. 27 جنيه واللي ياخد كميات هنظبط له برضه سعره. طب ماشي تسلم الله يبارك لك. ده البالون السبع عقلة. سبع عقلة. سبع عقلة كبير. ايوه. ايوه ايوه ما الناس عارفة المتابعين عارفين اللي بينزلوا ياخدوا عارفين يعني ايه سبع عقلة وعارفين يعني ايه خمسة عقلة. ده كان ب 35 هعمل لك عليه عرض ب 32 جنيه. ب 32 بدل 35. تسلم يا مروان الله يبارك. حاجة برضو كده خط مع البالون. حلوة قوي. حلوة قوي الأسوارة دي. الحاجات دي الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. حلوه قوي بجد والله العظيم. بتتباع على الفرش الطائب 5 جنيه الواحده. 7 جنيه ونص. 7 جنيه وب 10 جنيه كمان لان ده الخرز الكبير. بص منوره ازاي. بص حجم الخرز ازاي. بص ده الخرز الصغير. صغير ايوه. بص كده يا باشا عشان تعرف الفرق ما بين ده وما بين ده. دي خرزه صغيره ودي خرزه فعلا كبيره وبتلمع فيها. ده استك عادي. ده استك اللي هو الشفاف اللي ما بيتقطعش. طيب ده حلو قوي. شفاف. عاوزين عليه عرض جامد يعني والله العظيم. انا ما اعرف يعني ايه بس 17 جنيه. 17 ب 17 جنيه. حلو قوي. اي حد هيجي تبقى القناه احسبها له ب 14 جنيه. ب 14 جنيه. 14 جنيه يا راجل. 14 يعني 17 جنيه لمده 10 ايام. لمده 10 ايام دي بدل اهم حاجه تصلي على النبي وتقول له الله يوسع عليك. دي بدل 17 ب 14 جنيه. 10 10 عدد 12 ولا 10؟ الواحده لو بعت الواحده بخمسه تلم معاك 60 جنيه ما شاء الله. دي عدد 12. 12 ما شاء الله. حلو قوي. في الوان منها كتير على فكره. في حاجات في اشكال كتير ما شاء الله. ده انا بص معانا حاجات كتير في قلب المحل ما شاء الله تبارك الله كتير قوي اهي هنا. يعني احنا هنقول لكم على الاسعار كلها. الكيلوهات اهي. دي الكيلو كام مروان؟ الكيلو ده ب 75 بدل 85. ب 75 فعلا في كل حته. ب 85 جنيه هنا. ب 75 بدل 85. المصاصه المصاصه ماشي. المصاصه ب 75. 75 التوفي. الكولا ب 75. ب 75 يلا بيضحي مروان. دي ب 75 برضك. دي الشكل التاني مروان بيقول عليه. بالظبط صح كده؟ صح كده. ده شكل ايه؟ اللبان. اللبان ده شغال في اي حته ب 75 جنيه. ب 75 ماشي. بص اللبان ده يعني الله اكبر. بص البان طري مش ناشف. ايوه مش ناشف. بص بيتفعص اهو في ايدي. 75 جنيه ماشي. ده المفروض ب 75 جنيه. ايوه ب 70 جنيه قطاعي وكميات في كلام تاني. ب 70 جنيه قطاعي والوانه اللهم صل على النبي. شايف يعني الوانه عامله ازاي؟ 700 قطعه ولا 800 قطعه ب 70 جنيه بدل 75 ب 70 جنيه. ب 70 جنيه شوال اثنين الجمله من اللبان من اول شوال. الشوال 20 كيلو. 20 هتيجي هتنام معاك واجب. يعني انت لو خد كيلو ب 70 جنيه. 70 جنيه خد نص كيلو ب 70 جنيه. حلو قوي. حلو قوي ماشي. قطاعي قطاعي ب 70 جنيه يا باشا. انا بديك بسعر الجمله. واللي هياخد بسعر الجمله هياخد بسعر المصنع. تسلم. معانا بقى ان شاء الله كده مفاجاه الفيديو زي ما بيقولوا صح يا عم مروان؟ بالظبط كده يا باشا. بص اقسم بالله البخت الصيني ده انا لسه نازل وسالت
قال لي البخت الصيني ده رفع حلوه قوي قوي قوي. والله اقل واحد بيبيعه ب 240 جنيه. البخت الصيني ده رفعه حلوه قوي، بس ان شاء الله باذن الله مروان العوامي هيعمل لنا فيه عرض حلو جدا بس بالالعاب بتاعته، صح يا عم مروان؟ بالظبط كده يا باشا. ماشي يا باشا، قول لنا كده معاك ايه؟ البخت الصيني. بالظبط كده يا باشا، بص البخت ده زي ما احنا قلنا الفيديو كله الناس تتفرج على من اول الفيديو لاخر الفيديو عشان الفيديو كله عروض، اي حاجه هتشوفها عليها عرض. ماشي. تمام؟ البخت الصيني ده جملته علينا بقت عاليه قوي. لان ايوه الدنيا بدات تزيد تاني. الدنيا بدات تزيد تاني وربنا يستر. يا رب. فطبعا احنا ما ينفعش تزعل ايه اي حد بيشترك في قناه شارع بين الحارات بيشوف فيديو بيعمل لايك بيعمل كومنت ده بيشرفنا، ما ينفعش ان احنا نزعله. حبيبي لازم نعمل معاه واجب. تسلم. ده احنا كنا عاملين عليه عرض اخر مره ب 200 جنيه. أيوة. صدقني السعر ده صعب. احنا هنزود حاجه بسيطه. بدل ما هو ب 200 جنيه هنخليه ب 205. ب 205. 250 جنيه. صح كده. 240 جنيه. ايوه. يعني هو نازل لي عشان ابيعه ب 240 جنيه. وانتظروا هنصور لكم برضك في محلات ثانيه وهتعرفوا الاسعار بتاعت البخت الصيني عامله ايه دلوقتي. بالظبط ده الصيني الاصلي العدد 1000. أيوة. كامل. ال 1000 كامل. بالظبط ده بدل 250 جنيه. ب 205. ربنا انا على عيني ان انا ب 205 بالالعاب بتاعته. بالالعاب بتاعته. يعني هناخد ايه بقى الالعاب بتاعته؟ 10 العاب. 10 لو اكياس. 10 اكياس. خليكم معايا. معانا بقى العروض بقى ايه اللي هي بتاعت البخت الصيني، الحاجه اللي هي تتاخد معايا. ده احنا قلنا ال 1000 ب 205 بقى 250 جنيه. ب 205. معاه ايه بقى؟ 10 اكياس. 10 اكياس العاب ايا كان. يعني مثلا احنا عندنا شكيله كبيره. ايوه. ده مثلا ايه حاجات منهم؟ ايوه. عندك ده ب 25 جنيه في 100. ب 25 جنيه في 100. تمام؟ ماشي. ده ب 35 في 100. 35 في 100 ادي 2. 30 في 100. 30 في 100 ادي 3. 25 في 100 ادي 4. 35 في 100. 5. ده احنا بنبيعه ب 35 ب 30. 30 يبقى 6. في 100. 6. ب 20. 7. ب 20. 8. 25. 9. 20. 10. ده حاجات لو جمعتها هتلاقيها ببلاش. ده ينفع للبخت ابو جنيه. ابو جنيه. في بقى عندنا حاجات ايه للبخت ابو 2 جنيه هنقول لكم عليها تاني برضه، هنعمل لكم فيها فيديو مخصوص. ب 2 جنيه. عندي الساعه دي لسه جايه جديده، لسه نازله الساعه دي. الساعه دي يعني غالبا مش هتلاقيها عند حد. ايوه شكلها حلو قوي فعلا. يعني ده بقى ده الجديد منه. في منها كميات دي؟ ما اوه. طيب ماشي. كميات مهوله. شكلها حلو جدا للاطفال. بص يا باشا. ايه. بص الحلاوه حلوه. بص قوي. الدلع. اشكال والوان. ممنوعات كام؟ ده ممنوعات الكيس ده المفروض انا شغال ب 75 جنيه. المفروض ب 75. اي حد هيجي تبع القناه ده ساعه بيور. ايوه نمره واحد. هياخدها ب 70 جنيه. ب 70 جنيه بدل 75. حلوه قوي قوي. بثمن الساعه العاديه. أيوة. اللي شبه كده الشكل القديم. القديم دي. ايوه. فانت بالنسبه لك طبعا ده طبعا دي حلوه قوي. الشكل ده جميل جدا. بقى بخت حلوه قوي. دي تجذب العيل. تعالى شكلها جميل جدا باشكالها حلوه قوي قوي قوي. 70 جنيه بدل 75 جنيه. دي مش عند حد فاحنا المفروض نغلي سعرها. بس احنا بنبيع اقل من اي حد. الله يبارك لك يا مروان. الله يبارك لك. بفضل ربنا. طبعا. معانا عرض ايه تاني يا عم مروان؟ زي ما قلت لك من اول لاخر الفيديو بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. كله عروض. عروض اللهم صل على النبي. بختك اللي هتشوف الفيديو. كمل معانا للاخر ان شاء الله. البلي الناس اللي بتعمل البلي والحشرات. ايوه البلي والحشرات. البلي ما شاء الله. ب 200 جنيه بدل 230. ب 200 جنيه؟ بدل 230. بجد والله. والله العظيم. والناس اللي عاوزه نص موجود. واللي عاوزه ربع موجود. قشطه. اللهم صل على النبي عليه. 200 جنيه. بدل 230. 200 جنيه بدل 230. حلو قوي. عايز الحشره بتاعته. حشرة. موجوده. ايوه موجود. الحشره الياس موجود. الحشره بتاعته دي. دي ب 250 بدل 270. دي كان من 270 ب 250. 250. اللي عاوز نص منها نص موجود. ربع. عايز ربع موجود. ماشي. التعبان نفس الكلام ب 250 بدل 270. حلو قوي ماشي. الاكياس بتاعته ب 100 جنيه بدل ب 100 بدل 105. بدل 105 ب 100 جنيه. دي 1000 صح كده؟ بالظبط. اللي عاوز اخد 500 مثلا. دي ال 1000 على بعضيها. بص احنا بنوضح اهو. تيجي رابطه مستورده كده على بعضيها. دي ال 1000 على بعض اهو. هو كده كده الربع كيلو هتاخده هيعمل لك ال 1000 يعني ما شاء الله البلي. ما شاء الله بيرمي صح؟ اه فانت كده كده ال 1000 يا دوبك هيعملوا لك ربع كيلو. الكلام ده. عسل قوي. ماشي معانا ايه تاني يا عم مروان؟ خربشه. عندك يا باشا الخربشه. الخربشه
بتتباع ب 160 جنيه و 170 جنيه و 180 جنيه. ايوه عند العبد لله ب 140 جنيه. ب 140 جنيه. خد ال 100 ب 140 جنيه. خد الكارت من ده والكارت بيبقى فيه 8. 8. 8 بيتطبقوا كده تقطعهم. ايوه. تعملهم على كروت. يبقى كده معاك 800 واحد متقطع. معاك 800 كارت متقطع. كارت متقطع. ايوه اتحط على كارت كل كارت 24. 180 جنيه. 140 الله يبارك لك يا عم مروان. معانا الاستيك. الاستيك اللي بالكيلو بتتباع ب 240 و 220 و 210 والكلام ده. ايوه. عند اخوك ب 195 جنيه. ب 195 كيلو. 195 جنيه كيلو. حلو قوي. كميه نظبطها. وبرضك النص موجود متاح. النص موجود حلو قوي ماشي. والوانه حلوه جدا طبعا داخلين على موسم المدارس. الحاجات دي كلها ما شاء الله ربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب العالمين. امين يا رب. الله يبارك لك يا مروان. معانا عروض ايه تاني يا عم مروان؟ طب احنا قلنا الفيديو كله عروض. الفيديو كله عروض. ده ب 25 ب 25 عدد 24 على قطعه ب 2 جنيه بالظبط كده. حلو قوي ماشي. 23 جنيه. 23 الله يبارك لك. الكبير بتاعه ايوه الوان بيور بقى ب 45 24 ب 42 جنيه. ب 42 قطعه ب 3 جنيه ماشي. لسه جاي جديد. حلو قوي ده. تمام. ده كان مفروض ب 50 ب 24 50. يعني ده حجمه اكبر, أكبر من ده. هو بيبين اهو باين الحجم ده. ده بيور برضه اكبر من ده. ده المفروض كان ب 50. ب 50 ماشي. هتزود 3 جنيه على ده يبقى ب 45. ب 45 حلو قوي ما شاء الله الله يبارك لك يا عم مروان. ماشي. الصغير حجمه الصغير. أيوة. ده ب 25 في 48. 25 في 48 هيبقى 23. 23 حلو قوي. البيور منه ب 50 في 48. 48 ب 50 هيبقى ب 48 جنيه. 48 جنيه حلو قوي ما شاء الله. الاسلام الفوم. ايوه بقى الاسلام الفوم ده عاوز عليه عرض والنبي حلو. احنا اخر مره بعناه ب 18. 18 ودخل. أيوة. باخ رفع عشان أيوة. خاطر المدارس والكلام ده. صح كده. ب 17 جنيه كمان. الله يبارك لك. 17 جنيه في 12. الله يبارك لك يا مروان. عشان بجد. انا ما بحبش حد يبيع اقل مني في الشارع. تسلم. سيبك من البيع بقى احنا بتاعي الواجب لاحمد والقناه. والقناه عشان في حد بقى ب 17 جنيه. 17 جنيه يا باشا في 12. في 12 حقيقه واقل من 17 بس مش لازم نقول حميد. ماشي شغليله. شغليله طبعا عشان المدارس. ايوه كرسون طيبين. شغليله المولد. بكام دي؟ مفروض ب 50 الدستة. مفروض ب 50. انا اسف ب 60 جنيه الدستة. اسفين على الازعاج دوت. ب 60 جنيه الدستة. ب 60 هنعمل عليها عرض ب 53 بدل 60. ب 53 بدل 60. حلو قوي. ماشي. ايه تاني معانا يا عم مروان؟ عندي السهم النبلة دي والنبلة دي. ايوه. سهم النبلة. ده ب 25 في 24. 25 في 24. ماشي. 23 للقناة. 23 الله يبارك لك. ده ب 35 في 20. 35 في 20. بس ده بيور. بيور. ب 33 للقناة. 33 للقناة حلوة قوي. معانا إيه تاني؟ معانا السفارة دي؟ السفارة دي أنا شغال ب 65 فيها 100. شغال ب 65 فيها 100. دي تنفع للشفاط، تنفع للبخت، للبيع كده. أيوه. شغالة معاك في أي حاجة. شغالة عليه الصلاة والسلام. حلوة قوي. دي هنعمل عليها عرض ب 60. 60 بدل 65 وده؟ ده ب 55. 55 حلو قوي. معانا الخاتم. الخاتم ب 220 بدل 250. 220 بدل 250 ده فيه 5000 صح؟ 5000 بالواحده. السهم السوسته. الخنجر. الخنجر. الخنجر ده احنا بنبيع ب 80. بنبيع ب 80. 78 للقناه. 78 للقناه ماشي. الطياره دي. دي مفروض ب 60 ب 55 للقناه. 55 عشان خاطر بتقفل الشفاط. بالظبط. وعندك طياره ثانيه صيني فيها 500 برضه ايه؟ طياره 85. هنعمل عليها عرض ال 80 فيها 500. 85 ب 80. العايز دي ماشي. العايز دي ماشي. حلو قوي. الاسنان دي. ب 25. ب 25 فيها 100. الزوبعة ب 40 فيها 100 حلو قوي. معانا اليويو. اليويو ده ب 70. 70 في 100 حلو قوي. النبلة. النبلة ب 65. 65 دي مكياسة كبيرة. الساعة ب 60 حلو قوي. بص ما شاء الله يعني المحل فيه كل حاجة ما شاء الله. في كام صنف كده مصطفى؟ خد هات بقى دول كام صنف ده نصور فيه فيديو جديد لوحده. ماشي تعالى يلا مع البخت اللي هو ب 2 جنيه.